الآن تشاهدون فريق الجدعان يرصد قصص نجاح مبهرة في قطاعات الصناعات الكهربائية ويكشف التحديات التي تواجه المصانع في توفير الخامات لزيادة الإنتاج وخفض تكلفته، وذلك حتى يمكنها المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والعالمية. لسه مع حضراتكم في الدورة الثانية لمعرض EBS أو Egypt Power Show للصناعات الكهربائية والكابلات بمشاركة 22 شركة مصرية و40 مشتري دولي من 16 دولة. دلوقتي هنقابل قصص نجاح متميزة في قطاع الصناعات الكهربائية والكابلات. تعالوا نقابل المهندس إسلام جودة، الشريك المؤسس ومدير العمليات في شركة سمارت للصناعات الكهربائية، وهيحكي لحضراتكم قصة خمس جدعان اتشاركوا من 13 سنة والنهاردة بيمتلكوا مصنع محترم لكابلات الجهد المنخفض بطاقة 200 طن شهرياً، واسم المصنع اسمار للصناعات الكهربائية. احنا بتوع كابلات صح ولا لا؟ ودي صناعة كبيرة جداً في مصر، واحنا أساتذتها وبنصدر كميات كبيره من الكابلات، لدرجه النهارده انت بقيت لاعب اساسي في الصادرات المصريه. حقيقي. سمارت بدات امتى؟ حكايتها ايه؟ اشمعنى كابلات الجهد المنخفض المتخصصين فيها؟ سمارت بدات سنه 2020، انتهينا من تاسيس المصنع. على مين المؤسسين؟ المؤسسين خمسه مصريين شباب اصدقاء زي الفوق زي الورد. تقول لي كده احنا زي الورد، احنا كلنا شباب. بدأنا من أكتر تقريبا من 15 سنة في مجال التوريدات الكهربية. ده إدانا معرفة بالسوق التجاري في سنة 2020. يعني بدأنا تجارة وبعد كده اتجهنا للصناعة. بدأنا تجارة في الأول وبعد كده اتجهنا للصناعة. الصناعة سهلة ولا صعبة؟ لا، الصناعة صعبة. الصناعة صعبة طبعا. طيب بدأناها إزاي وجمدنا قلبنا إزاي؟ احنا كنا قاطعين شوط كبير بمعرفه السوق، ايه الاحتياجات اللي بيتطلبها السوق، ايه الاحتياجات من اعتمادات، من التوجه للاستشاريين، ازاي بنعتمد في المشاريع. بس فقلنا دي فرصه كبيره جدا لينا احنا، ان احنا خلاص يعني احنا اوريدي عرفنا السوق وعرفنا ايه المتطلبات، خلاص يبقى نركز في الصناعه. من هنا بدات الفكره ان احنا نأسس مصنع بيشتغل في اللو فولتج كيبل، بيقوم بصناعتها وبيشتغل برضو في صناعه يعني الحاجات الخاصه كلها بالتمديدات الكهربائيه من الخراطيم والمواسير. ده هيخلينا نقدم حلول كهربائيه متكامله من تصنيع وتوريد ودعم فني. هيخلينا نقدر نحط بصمتنا في السوق الصناعات الكهربائيه في مصر. المصنع عندنا تم تاسيسه على اعلى المعايير الفنيه وبالتعاون. طاقتنا قد ايه النهارده؟ انا ان شاء الله باذن الله حلمي ان انا اوصل ل 400 طن في الشهر. لكن النهارده واصلين تقريبا ل 50% من الحلم بتاعنا، يعني 200 طن شهريا. انتاج. النهارده كان عندنا مبادره عظيمه جدا من الدوله، هي مبادره البنك المركزي لدعم الصناعه. تمام. استفدنا منها ولا لا؟ وخطتنا ايه عشان المبادره دي هدفها دعمك كمصنع شاب؟ هي دي طبعا هتكون في خطتنا في الفتره اللي جايه. وكويس جدا ان مصر النهارده بدات تتوجه لدعم الصناعه، بالذات كمان دعم المستثمرين لو هم اولاد البلد وشباب زينا. دي حاجه هتكون اكيد في خطتنا الفتره اللي جايه ان احنا نستفيد بيها. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس احمد عفيفي، رئيس شركه سيجما اي او الواعدة في قطاع الكهرباء، وهو بالمناسبة عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وهيكلمنا عن التحديات اللي بتواجه شباب المصنعين. ركزوا معاه. احنا شركة متخصصة في تصنيع المحولات صح كده؟ ولكن انا عايز اخد حضرتك لحتة تانية بعيدة تماما. الجمعية المصرية لشباب الأعمال، شباب كلهم طموح، عاملين صناعة بيصدروا للعالم كله، بيغطوا احتياجات السوق المحلي، عملنا اجتماعات كتير جدا ومحددين التحديات اللي بتواجهنا، والنهاردة عندكم فرصة ذهب. عندنا وزير صناعة برتبة نائب رئيس وزراء، يعني سلطات مطلقة. نستفيد ازاي؟ ايه التحديات اللي قدامنا؟ اول تحدي فيهم الضرايب. احنا شايف حضرتك من وجهة نظري متواضع جدا ان انت لو عملت تخفيضات ضريبية بشكل تدريجي
هتقدر تجذب استثمارات من بره، ده رقم واحد اللي احنا محتاجينها. تقدر تعلم المصنعين المصريين على اللونج رون، تقدر تعمل صناعات كبيرة جدا. هل في كل القطاعات ولا قطاعات محددة حركة السودان؟ لا حضرتك انت محتاج في كل القطاعات. انا بقى اتكلم حضرتك انا في قطاع الكهرباء، انا في حاجات كتير عندي ما بتتصنعش في مصر، بضطر ان انا استوردها. ليه؟ عشان فيها نو هاو انا محتاجها من بره. طيب انا لو اغريت المصنع بتاع بره ده وقلت له انت هيبقى عندك كذا وكذا 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 وتعالى اشتغل، هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ اشتغل. هيشتغل. فانت النهارده محتاج تخفيضات في الضرائب، ومحتاج تخفيضات ان انت في استخراج الرخص، واحنا كمصنعين صغيرين ومتوسطين انا محتاج تسهيلات في ثمن الارض قد تصل الى 20 سنه. يعني انا النهارده بدل ما ادفع الحاجه تقول لي هتدفعها على 3 سنين، طب انا كمصنع صغير او متوسط هدفع 5 مليون جنيه دلوقتي وانا لسه ما قومتش المصنع بتاعي في خلال 3 سنين، ده انا عبال ما هقوم المصنع بتاعي بياخد سنه ونص. فانت لسه بتحط عليا بيردن او بتحط عليا عبء بشكل ما او باخر انا مش هقدر استحمله. انت عايزني ان انا ادخل اشتغل بسرعه، فادخل اشتغل بسرعه اديني المصنع والزمني قول لي احنا محتاجينك ان انت تحط مكانك في حاجه في كذا في وقت كذا في وقت كذا عشان تبتدي تقوم بسرعه، تمام؟ وان انا اتفق معاك ان انا هزود ليك عليا ان انا اول ما بشتغل ببتدي ازود العماله سنويا من 10% ل 5%. ممكن في سنه الاوامر التوريد عندي تبقى كبيره جدا، هضطر ان انا ازود العماله بتاعتي اضعاف يعني خلاص انا ابتديت اشتغل. ده انا بالعكس، ده انا هبتدي اشتغل وهبتدي اخد منك حته ارض تاني عشان انا عايز اتوسع. صحيح. فانت النهارده بقيت انت كدوله كسبان. سيجما اي او، اخبارنا ايه النهارده؟ والله يا فندم احنا زي ما حضرتك عارف احنا اشتغلنا شغالين في المحاولات، مبيعات الشركه لحد ما زادت، اعتمدنا الحمد لله في العراق كمصنعين، يعني بنحاول ان احنا نحط ستيبس، زائد ان احنا دلوقتي شغالين على برودكتس جديده اللي هي السولار باور برودكتس، بتبقى برودكتس بتوبريتد باي السولار انرجي، شغالين على كل الحاجات. منتجات زي ايه كده؟ يعني زي مثلا محطات اتوبيس، بعمل محطات اتوبيس بالطاقه الشمسيه، بعمل الباركينج سيستم بالطاقه الشمسيه. هل تم اعتمادها في اي دوله من الدول؟ شغالين دلوقتي على في الخليج، بنحاول نعتمد، بس الخليج زي ما حضرتك عارف ليه مواصفات خاصه جدا، ففي شويه ار ان دي لازم بيتعمل في كانجينيرنج وار ان دي وبتاع، وفي حاجات بنشوفها بره برضو. هي دي النقطه اللي بكلم حضرتك فيها، ان انت في حاجات بتدور فيها بره هتلاقي فيها مش موجوده عندك وموجوده بره. فالحاجه دي لو اتنقلت في مصر طبعا هتبقى عن موقفها موقف تاني خالص. الشاب الجدع اللي قدام حضراتكم ده جبار بجد، هو المهندس انور جوهر، العضو المنتدب لشركه سي بي تي لتكنولوجيا الطاقه المتخصصه، وهو اول مصنع بينتج المولدات في مصر. وبالمناسبه المصنع النهارده بينتج 2000 مولد سنويا، وبيخطط لانتاج 10,000 مولد، ورفع راس المال للشركه لحوالي 600 مليون جنيه. ركزوا معاه. سمعت خبر عجبني جدا. اتفضل. احنا هنرفع راس المال في سي بي تي الى 600 مليون جنيه، ايه الهدف؟ احنا عائله سي بي تي بتكبر كل يوم. النهارده سي بي تي بقى عندها محرك جديد موجود في العيله بتاعنا مع يوشاي الصين. يوشاي الصين، يوشاي الصين دول اكبر مصنع محركات بالعالم. موجودين بالظبط، ان خلاص احنا عارفين ان البراندات الصيني بقت انترناشونال براندز. احنا بنتوسع في الانتاج بتاعنا، بنستهدف ان احنا مصنع في المنطقه الحره علشان التصدير، ان احنا نكتر من انتاجنا، ان احنا نستهدف الاسواق اللي بره اكتر زي ما اتكلمنا من الاول، زي ما احنا على نفس الخطه بنفس الاستراتيجيه بتاعتنا. فكان بناء عليه لازم ارفع راس مالي، وراس مالي يترفع من راس مال العامل ان شاء الله يوصل ل 600 مليون جنيه في خلال 3 سنين. طيب الفتره اللي فاتت دي كانت بتشهد بعض انقطاع الكهرباء ساعتين وثلاثه وكلام من ده وتخفيف احمال، عايزين المولدات بتاعت البيوت اخبارها ايه؟ والله يعني حاليا بس بضمانك انت، صيانتك انت، مصنعك انت. طيب خلينا خلي بالك عايز اقول لك معلومه بس، ان لما بنروح نشتري مولد من وسط البلد ولا شارع الجمهوريه ولا لا في ضمان ولا في حاجه، يعني مش كده. احنا علشان كده حاليا بننتج، يعني في خطوات ان احنا ننتج مولدات 5 كيلو و6 كيلو و7 كيلو لحد 13 كيلو فولت امبير باذن الله، ان هي تشتغل بالبنزين وتكون جوه البيوت، تحط في البلكونه مثلا او على السلم ما يكونش صوتها عالي، وتكون مجموعه التوليد كلها معموله عندنا في المصنع بضمننا. كمان كان في نقطه مهمه جدا، ان النهارده العميل اللي بيشتري المولد وهو في البيت فرد
عايز يروح يجيب بنزين فما بيعرفش يشتري من محطه البنزين، ممنوع ان هو يشتري، انما الشركه مش هارضه تديله. بالظبط كده، لما يكون معاه فاتوره ضريبيه بتثبت ان هو مالك لوحده توليد مولد موجود عنده في البيت، فبالتالي محطه البنزين هتديله البنزين اللي يكفي احتياجه. يعني ورقه الضمان دي تخليه ياخد البنزين، ورقه الضمان، وكمان ممكن نكتب له فيها الاستهلاك بتاع البنزين قد ايه ويستهلك بنزين كل قد ايه. حلو قوي النقطه دي، فيبدا ان هو الموضوع يبقى على الاقل في ضمان او في اثبات ان هو عنده مولد، فبيشتري بنزين لاحتياجات المولد في البيت عنده. اقصى قدره جبتوها للمولدات بتاعه البيوت 13 كيلو. ده يولد ايه بقى ولا ينور لي ايه مثلا؟ 13 كيلو ممكن يشغل الشقه كلها مع الثلاجه والتكييف وتكييف واحد مثلا والتلفزيون، بحيث ان حتى فتره انقطاع الكهرباء كلنا نتجمع في الحته دي في الصاله مثلا. مثلا يعني في ممكن ننور انوار البيت كله، حاجه تخفف شويه. الحمد لله القطاع عندنا مش طويله، يعني بنتكلم في ساعه وساعتين، يقدر ان حاجه تعدي. بس ان شاء الله في وعد كمان ان الاحمال دي باذن واحد احد ان شاء الله التخفيف ان شاء, إن شاء الله. الله ان شاء الله. انا بشكرك، واحنا عايز اقول لك حاجه، انتوا شباب واعد جدا، حضرتك المهندس ادهم ابو النصر، والا ما كانتش الدوله نفسها احتفت بيك، وده انت الرئيس فتح لك المصنع. صح، الحمد لله، وكمان دعم الصناعه اللي موجود من وزاره الماليه بالقروض، التمويل الفايده بتاعته اقل من فايده البنك المركزي، ده في حد ذاته بيصنع بيشجع الصناعه في مصر، والحمد لله نفضل عند حسن ظنهم، عند حسن ظن الناس بينا باذن الله، ونقدر ان احنا منتجاتنا توصل بره ويكون عليها بكل فخر صناعه في مصر، وتوصل لابعد سوق عندنا باذن الله. دلوقتي هنقابل المهندس مينا دانيال، مدير تسويق شركة فولتا مصر للتكييفات المركزية ومعالجة الهواء، وهم وصلوا بالمكون المحلي في التكييفات المركزية لحوالي 20%، ومحدش يستهون بيها لأنهم بيحاربوا عشان يوطنوا صناعة التكييفات المركزية تدريجيا، ولكن نجحوا في تنفيذ أضخم المشروعات العقارية المصرية وكمان في أكتر من دولة عربية، وبيستحوذوا النهاردة على حوالي 35% من أعمال التكييفات المركزية في السوق المصري. تعالوا نقابله. المهندس مينا دانيال، فولتا مصر، احنا متخصصين في التكييفات المركزية، صح كده؟ مظبوط. احنا المعرض النهاردة هدفه ان انا بجيب مشترين عشان يقعدوا مع شركات مصرية متخصصة في مختلف الصناعات، وتحديدا المنبثقة من قطاع كهربائي، ونقول لهم دي صناعتنا الوطنية وعايزين نفتح الأسواق عندكم. مظبوط. طيب التكييفات المركزية، طب ما أنا هجيبها من دولة المنشأ، هاخدها منك ليه في مصر؟ هقول لحضرتك، إحنا أولاً فولتا مصر إحنا بقالنا 15 سنة في السوق المحلي. الفكرة كلها إن إحنا أوريدي لينا ماركت شير هنا، ولينا ماركت شير في مختلف الأصعدة، يعني سواء في مجال الفارماسوتيكال أو في المجالات حتى الكوميرشال. بجمع هنا طبعاً وبدخل برضو في الصناعة عندي جزء محلي. يعني انا ما اقدرش اجيب كل حاجه من بره، محلي تقريبا 20%، واحنا بنسعى دايما ان احنا نزود النسبه دي. طب لو انا عندي مشروع مثلا في السعوديه، في الامارات، في الكويت، مظبوط، ومحتاج تكييفات مركزيه، ايوه، لو انا رحت استوردتها مثلا من المانيا ولا امريكا، الواحد مثلا وانا محتاج 10 مثلا بمليون، مليون دينار، مليون درهم، اوكي، وجيت استوردها من مصر، المقابل هيكون ايه؟ هتقلل لي قد ايه في التكلفه؟ اولا انا التكلفه عندي بتبقى ارخص لاكتر من سبب. يعني احنا عندنا مثلا الايد العامله عندنا في مصر، لو احنا هنكمبير باماكن تانية او دول اوروبيه هنلاقي ان احنا ارخص. دي حاجه بتساعدني انا كمصنع كمستثمر في مصر ان انا اقدر استغل الفرق النسبه ده واقدر اصدر بره البلد. محتاج ايه في الصناعه هنا؟ يعني عايز صناعات مغذيه في ايه؟ والله بص سيادتك، احنا كل صناعه ليها أجزاء بتجيبها من بره. يعني على سبيل المثال أنا أتكلم عن الصناعة بتاعتي، إحنا عندنا التكييف المركزي فيه ثلاث عوامل رئيسية زي الموتور والمروحة والكويل. أنا الكويل بقدر أصنعه في مصر، بجيب الماتيريال من بره وبجيب وبصنع هنا في مصر، لكن مثلا ما عنديش مواتير تصنع في مصر، ما عنديش مراوح، فلو في شركة أو مصنع فتح في مصر للمراوح او للمواتير، ده هيخلي نسبه ال 20% توصل 50 و60 و70%. ايه اللي شجعني اتعاقد معاك وانا بعمل مشروع في دوله عربيه وما اخدش من دوله المنشا نفسها، المانيا، فرنسا، امريكا؟ انا بشوف ان الجزء ده يعتمد على كذا بند يعني او كذا محور. اول حاجه هو السعر طبعا قبل اي حاجه، واحنا الحمد لله عندنا في مصر نقدر يعني الايد العامله بالنسبه للدول الاوروبيه هي احسن شويه. تاني حاجة ان انا بقدم خدمة افتر سيلز، يعني حضرتك لما بتشتري مني المنتج بترجع تكلمني في اي مشكلة بتلاقيني عندك. طبعا الثقة في المنتج المحلي في الدول العربية موجودة،
ولكن احنا بنحاول دايما ان احنا يعني نستثمر فيها او نزودها. يعني صدرنا فين قبل كده؟ انا صدرت في ليبيا وصدرت في جنوب افريقيا وحاليا عندي مشروع في السعودية بتعاقد عليه. فاحنا بنحاول نتوغل يعني في توريد بس ولا توريد وتركيب؟ توريد 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 على حسب المشروع. يعني في ناس ممكن تروح تتنفذ المشروع بالكامل؟ طبعا. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان يلتقي المهندس أسامة زكريا مدير تطوير الأعمال في شركة الجيزة لصناعة الكابلات، والذي يعد من عمالقة غزو الأسواق الخارجية بمنتجات قطاع الكهرباء المصري.